بدوره قال رئيس مجلس النواب عقيل صالح، قال إنه ليس لديه أي معلومات عن الحالة الصحية لخليفة حفتر ولم يتواصل معه. هو عاد انت تبي تسمع بالاعلام وانت تبي تصفق غير بروحك، لكن احنا ما عندنا حتى حاجه، انا عندنا الان ما عندي حاجه، لا ما والله اي شيء، ما والله حتى اذا بعض شيء ما قالوا عاقل وصالح مريض وشرب.